أهلا بكم إلى هذا الموجز من الأخبار من صوت المحبة. تحية مسيحية من القلب. عقدت لجنة صوت المحبة أستراليا اجتماع السنوي بحضور جميع أعضائها، وكان يوم حافل بالمناقشات والأفكار سعيا لنهار مليء بالمحبة والعطاء. وحدد يوم الجمعة 15 تشرين الثاني نوفمبر يوم كامل من البث المباشر لدعم صوت المحبة واستمرارية رسالتها لتوصل المحبة لكل قلب وبيت. ننتقل للبنان ومعنا الزميلة جيسي حرفوش من أمام مبنى صوت المحبة لبنان. جيسي، شو المستجدات الأخيرة حول التحضير للرادياثون؟ نعم عبير، أنا معكم مباشرة من لبنان، موجودة مثل منكم شايفين وراي قدام مركز صوت المحبة وتشاريتي تي في بجونية. أكيد مثل منكم عارفين أكيد صوت المحبة هيكي مشغولين عم بيحضروا مشان هالراديوثون يلي رح يكون بيوم الجمعة 15 نوفمبر. إجاني خبر من شوي أنه وفيني أكد لكم كمان أنه الأب مارون موسى مدير إذاعة صوت المحبة هون بلبنان رح ينضم ويكون معنا مباشرة على الإذاعة الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني. فنحن كتير مبسوطين أنه رح يكون معنا، أكيد مو بالجسد، بالروح وعلى التلفون، ورح يكون معنا على الهواء، ونحن كتير مبسوطين. فندعيكم أنتم كمان مشاهدينا وعم بيسمعونا كمان تتكونوا معنا على الساعة 11 مع الأب مارون موسى. نرجع لعندك عبير، ومننتقل لزميلتنا فيرا رحمي فغالي يلي رح توفينا بكل جديد عن رأي وتحضيرات المؤمنين بهنهار المنتظر. إليك فيرا، عم تسمعينا؟ نعم داليا، عم بسمعك. نحن موجودين حاليا بسيدني ورح اخذ بعض الاراء وكيف المؤمنين عم بيتحضروا لنهار الراديوثون يلي بيكون نهار الجمعة 15 تشرين الثاني نوفمبر. رح احكي مع بعض المؤمنين يلي موجودين بالساحة. اذا بتريد خبرنا، مثل ما بتعرف كل سنة صوت المحبة بتعمل يوم كامل للمساعدات عبر التليفون، خبرنا كيف عم تتحضر لهنهار. اكيد انا هنهار بنطره من سنة لسنة وبعمل تبرع لإذاعة صوت المحبة عبر حساب الـ Voice of Charity، وانا بشجع كل شخص اليوم عم بيسمعنا وعم بيحضرنا انه يساعد صوت المحبة ولو بفلس الارملة، لانه نحنا من خلالهم كل سنة عم نكبر ونكبر. ونحنا من هون اليوم منا مشان بس نعيد الـ 15 سنة، نحنا هون مشان نعيد الـ 15 سنة اللي جاي قصة. و بطلب من كل كمان عم بيسمعنا انه كمان يصلوا لنا لانه هي اهم شيء. امين. Tell us how you gonna be preparing for the day. I would like to invite everyone to the Voice of Charity studio 22 Frank Street Mandurah on this day, and there will also be a mass at 6 PM for all the intentions of all those who will be supporting us on the day, and your support will be very much appreciated for these 15 years. Thank you. Thank you. Tell us what will you be going to do. I will of course be at the mass, 6 o'clock mass, and the food and drinks after, and I will hope to see everybody here, and I would love to make a generous donation. مثل ما سمعتي داليا، أكيد المؤمنين كتار يلي بدون يساعدوا صوت المحبة، ونحن ندعيهم لنهار الراديوثون نهار الجمعة 15 تشرين الثاني نوفمبر ابتداء من الساعة 8 الصبح لغاية منتصف الليل. نرجع لعندك داليا. هذا كان كل شيء حتى الساعة، ملتقانا معكم مجددا مع الراديوثون نهار الجمعة 15 تشرين الثاني نوفمبر ابتداء من الساعة 8 صباحا. كونوا على الموعد والله معكم.